مسلسل من الخيانة للوطن العربي والخديعة لشعوب المنطقة كانت بطلته دولة قطر خلال العقود الماضية، لتمثل الدولة الصغيرة شوكة في ظهر الشعوب العربية استغلتها قوى خارجية لشق الصف العربي والمسلم. ممارسات قطر التي ارتبطت دائماً بالخيانة والمكيدة كانت واضحة خلال العقود الماضية، فقد دأبت الدوحة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ودعمت ومولت التنظيمات الإرهابية، وأطلقت آلتها الإعلامية المتمثلة في قناة الجزيرة لشق الصف العربي وتهديد الوحدة الخليجية. الدولة التي تبلغ مساحتها 11 ألف كيلومتر تقريباً ولا يتجاوز عدد قاطنيها 2 مليون نسمة، تحولت إلى كيان يمول التنظيمات المتطرفة في الدول العربية والعالم، ويحتضن قادة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، رغم الموقف العربي والخليجي الرافض لممارسات تلك الجماعات. قطر خرجت أو غردت خارج السرب الخليجي منذ فترة طويلة جدا، لكن كان بشكل إلى حد كبير مستتر. تحول هذا الشكل خلال الفترة الأخيرة إلى شكل عالمي، أعلنت وبوضوح عن مواقفها السياسية ضد مجلس التعاون الخليجي، أعلنت وبوضوح من قبل أنها ليها موقف ضد مصر وضد ما يحدث في مصر وضد حتى رغبة الشعب المصري، بتحاول بكل ما تستطيع من قوة خلال الفترة الأخيرة أنها تستفيد من علاقتها الوطيدة جداً بإيران. طبعاً هي مرتبطة بها بارتباطات اقتصادية يعني كبيرة، من ضمنها مثلاً حقول البترول اللي موجودة في الخليج العربي اللي حوالي يمكن 9400 كيلومتر مربع، تملك منهم قطر لوحدها حوالي 6000 كيلو والباقي تملكه دولة إيران، فبالتالي في ارتباطات اقتصادية كثيرة. أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة، وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة. خلينا نقول طبعا يعني من خلال المتابعة يعني كان مضحك جدا ان انا اول تعليق اسمعه من بعد الخلاف القطري الخليجي الاخير يطلع بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ان هو بيتكلم عن ان سبب المشكلة الرئيسية ما بين قطر وما بين مجلس التعاون الخليجي هي مخرجات يعني القمة العربية الإسلامية الأمريكية اللي تمت مؤخرا، وإنها أصبحت، فطبعا كان واضح جدا إن هم كانوا بيسعوا إلى التوجيه فيما يعرف بالتكريس للصراع الشيعي السني. كنت أتمنى إن دولة قطر تعود لصوابها، يعني يكفيها ما فعلته في ليبيا وما فعلته في العراق وما تفعله في اليمن وما تفعله في سوريا بالتنسيق الكامل مع إيران ومع إسرائيل. أعتقد أن ده من الخطورة، أن احنا يعني نغفل الدور القطري اللي اتلعب في ليبيا على سبيل المثال، والدور اللي بتلعب في اليمن، الدور اللي بتلعب في العراق، الدور حتى اللي بتلعب في سوريا. الدولة الحقيقة يعني بتعمل بكفاءة عالية جداً لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية والموساد. الحديث عن دعم النظام القطري للإرهاب ليس جديداً، فالشواهد المتاحة واحتضانها لعناصر إرهابية ليس من باب المجاملة، بل يمثل هذا التعاون دليلاً على وجود اتفاقيات عدة بينهما. شكر مستحق لقطر وأميرها الشجاع الشيخ تميم. فالعلاقة بين الدوحة والإرهاب باتت واضحة للجميع من خلال دعم مالي ولوجستي توفره السلطات القطرية للتنظيمات الإرهابية. وأنفقت قطر ببذخ على تمويل التنظيمات الإرهابية في دول عدة، فبحسب تقارير صحفية أجنبية فقد مولت قطر تنظيمات متطرفة عدة بقرابة 64 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط، لتستخدم تلك التنظيمات أموال الغاز القطري في قتل المواطنين السوريين وإشعال نار الفتنة الطائفية في العراق ومحاولة تقسيم ليبيا وزعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية. كما سعت قطر لدعم الإخوانجية في اليمن على حساب الشرعية،
وحرضت تنظيمات متطرفة على زعزعة أمن واستقرار دول خليجية على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في حلقات متصلة من مسلسل خيانة قطر لأشقائها من دول الخليج. أنا أعتقد أن الموقف العربي عكس ما هو شائع، الموقف جاء متأخرا وليس متعجلا، لأنه كانت هناك جملة من التجاذبات والتباينات اتضحت قبل عقد قمة الرياض. كان هناك موقفا قطريا متصاعدا، وحضور قطر في الأزمة اليمنية بصورة كبيرة، والمناكفات التي جرت في الملف السوري بتفاصيله المزعجة الخاصة بتنظيمات الإرهابية وفك وتركيب التحالفات في سوريا. ربما يمكن هذه يعني ملف اليمني وملف القطري في سوريا هو اللي عجل بهذا. الوقت جاء متأخر لاعتبارات معينة، أن نحن نتعامل مع منطقة لها خصوصية، واعتقد انه صبر الاشقاء الشقيقة الكبيرة السعودية ودولة الامارات صبرهم طال طويلا في مواجهة السياسات القطرية، وكانت هناك رسائل طيبة من السعودية ومن الامارات لمحاولة اثناء هذه الامارة عن الرجوع عن سياستها وما الى ذلك، لكن اصبح التهديد آني ومرتبط بعنصر الوقت، فكان لابد ان يتخذ القرار في هذا التوقيت. وانا اعتقد بصرف النظر عن تأييدنا لما يجري من تبعات متعلقة بإدارة الداخل في قطر، يبقى الشعب القطري هو الشعب الشقيق بصرف النظر عن ممارسات أي نظام أو أي إدارة مسؤولة أو غير مسؤولة عن الأوضاع في قطر، إلا أن نسامح في موضوع التدخلات في الشؤون الداخلية أو محاولة تقليب الأنظمة عليها، وهذه الأمور مارستها قطر بصورة كبيرة وهزت أركان النظام الإقليمي العربي وهزت أركان في النظام الإقليمي العربي، لم تقتصر فقط على دول الثورات العربي، يعني لم تقتصر على الدول العربية بهذه الصورة حينما تتدخل في الأمور الداخلية للبحرين والإمارات وتتدخل في الأمور الداخلية في السعودية. هناك تفاصيل مزعجة لا داعي أن نكررها في هذا التوقيت، لكن الأمور ترتبط بالدخول في أمور لا يمكن للقطريين أو أي دولة في أي نظام أن يقبلها في هذا التوقيت. ولتنفذ قطر مكائدها أسست مراكز ومؤسسات عدة لخدمة أهدافها الخبيثة، لتمثل تلك المؤسسات أصابع قطر الخفية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. الجزيرة مثلت تلك القناة رأس الحربة القطرية في الهجوم على الدول العربية وبث السموم بين شعوب الوطن العربي، فقد كانت الجزيرة حاضرة في كل مشهد يؤجج نار الفتنة والصراعات في الشرق الأوسط. كان لأكاديمية التغيير دور رئيسي في تدريب كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي على التظاهر لتستحق بالفعل لقب أكاديمية الإرهاب تحت إدارة صهر القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، والذي يواجه حكماً بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011. أما منظمة الكرامة فقد مثلت ذراعاً لقطر لدعم ثورات الربيع العربي وتصديرها للدول العربية والخليج بشكل خاص تحت إشراف الإرهابي القطري عبد الرحمن النعيمي، والذي يعد أخطر رجل في قطر وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية في العالم، كما أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الإرهاب. كان لمشروع النهضة دور كبير في إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مستغلاً الشباب العربي لتحقيق مآربه تحت إدارة الإخوانجي القطري جاسم سلطان. وتحت إدارة الإسرائيلي المقيم في قطر عزم بشارة، أسست الدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ليمثل المحرك الرئيسي لمهاجمة الجيوش العربية ونقدها عبر وسائل الإعلام المختلفة في محاولة قطرية جديدة لشق وحدة الصف العربي. مثل مركز بروكنز بالدوحة الركن الرئيسي للمؤامرة القطرية على الدول العربية تحت ادعاءات الإصلاح السياسي، ليديره الاسم الأبرز في قطر والمحرك الرئيسي للفتنة في الإمارة الصغيرة، ألا وهو وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم. وأنا عضو في مجلس الشورى، كان معنا في لجنة الشؤون العربية والأمن القومي وزير داخلية سابق، وفيما نتناقش عن الأوضاع في العالم العربي قال جملة
قال فيه حكام عرب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. فأنا قلت له نهار أسود؟ قال لا. قلت له زي مين؟ قال زي ابن جاسم كان يميها وزير خارجي. لم تكتفي قطر بدعم وتمويل الإرهاب، لكنها لعبت دور الحاضنة لقيادات التنظيمات الإرهابية، فكانت الدوحة ساحة لاستقبال الإرهابيين الهاربين من دول عربية. فرت السلطات القطرية ملاذاً آمناً للقيادي الإخواني وجدي غنيم، والذي كان من أوائل قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين إلى قطر، بينما يواجه حكماً بالإعدام في جمهورية مصر العربية قبل أن يغادر الدوحة. كما كانت الدوحة ملاذاً آمناً للقيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر، والذي يواجه عدداً من القضايا المرتبطة بالتحريض على ممارسة العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، إضافة إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه. أما القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد فقد وجد في الدوحة منصة للتحريض على العنف والقتل والهجوم على الأنظمة العربية، لتوفر له السلطات القطرية الدعم المالي والإعلامي رغم الأحكام التي يواجهها بالإعدام في جمهورية مصر العربية. وامتدت قائمة الإرهابيين الذين تحتضنهم قطر إلى 59 فرداً واثنتي عشر مؤسسة تمارس جميعها أنشطة متطرفة تدعم الإرهاب وتمول التطرف في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم. وخلال السنوات الماضية توالت الأدلة على تمويل قطر عبر مؤسسات وجمعيات تعمل تحت ستار النشاط الخيري للجماعات الإرهابية المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يكشف البحث والتنقيب في الوثائق عن دور قطري واضح في عمليات اغتيال كبرى لقادة ورؤساء وملوك دول عربية عدة. أحدث تلك الحلقات ما كشف عنه المستشار في الديوان الملكي السعودي عن التآمر القطري مع نظام القذافي ومنشقين السعوديين في لندن في المحاولة الفاشلة لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ومن خلال عدة تغريدات على تويتر كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بعض التفاصيل لتآمر الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في أعقاب القمة العربية عام 2003. جميع المعارضة يعني لنا علاقة معها، وفعلا احنا اكثر دولة سببت ازعاج السعودية. فيما كشفت تحقيقات أمريكية عن تورط الدوحة في محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995 عبر تمويل عناصر إرهابية من خلال مؤسسة قطر الخيرية. أما في تونس فقد كشفت وثائق ومعلومات استخباراتية عن وقوف قطر خلف اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري بالعيد عام 2014 بعد تمويل السلطات القطرية للعناصر الإرهابية التي نفذت عملية الاغتيال. كانت عملية اغتيال رئيس الأركان الليبي الأسبق عبد الفتاح يونس في عام 2011 هي العملية الأوضح للنظام القطري، والتي كانت جزءاً من تدخل الدوحة التخريبي في ليبيا، وهو ما كشف عنه العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بالوثائق وأشرطة الفيديو. 2011 وكانت أول عملية قطرية مباشرة هي اغتيال السيد عبد الفتاح يونس. عمليات توالت حتى وصلوا لمحاولة اغتيال السيد المشير في منطقة الرجم في منطقة الأبيار، ولكن فشلوا في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. قطر كدولة صغيرة تحاول أنها تلعب دور الممثل الأمريكي في المنطقة، وأعرف جيدا أن هناك وسائل يعني كاملة الدلالة لنفس الراجل رئيس مخابرات قطر وهو يقف
في ليبيا مع ممثلي ثلاث جهات: الإخوان، داعش، القاعدة. يتباهى بأنه واقف معاهم وبيتصوروا مع بعض في ليبيا ليقول للعالم: نحن الذين نحرك هؤلاء الثلاثة. وأعرف أن وثائق كثيرة عديدة موجودة لدى النظام المصري تحكي بالتفصيل الممل والموثق كيف تصل الأسلحة عبر طائرات تركية تهبط في المطارات الليبية وتسلم مين اللي بيستلم الأسلحة ومين اللي بيتولى الأسلحة. وأعرف إنه في اجتماع مسجل لحضره الراجل ده رئيس المخابرات القطرية مع داعش والقاعدة والإخوان، إن هو قال لهم: إذا عايزين الأمريكان يعودوا إلى مساندتكم، ده أيام أوباما، في أيام الأخيرة لأوباما، إذا أردتم أن الإخوان يعودوا إلى مساندتكم ويمولوكم ويساعدكم بالسلاح، انقلوا نشاطكم من سيناء إلى الوادي. وقد حدث. الخيانة القطرية لم تتوقف عند محاولة الاغتيال، لكنها طالت التآمر لقلب نظام الحكم في دولة خليجية شقيقة وهي البحرين. فقد كشفت تسريبات لعدة محادثات هاتفية جرت في شهر مارس 2011 بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية والإرهابي البحريني الهارب حسن سلطان عن تآمر السلطات القطرية لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين. أكيد نتابع التطورات. أي والله. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ. إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيرة الحين. استمر الدور القذر الذي تقوم به قناة الجزيرة في تقويض كل الآمال العربية في تحقيق الوحدة أو التكامل العربي، وكأنه مخطط مستمر وممنهج. ظهر هذا المخطط بشكل أكبر فيما سمي بالثورات العربية. كان الجزيرة دور خطير جدا في تأليب الرأي العام ضد الحكام الشرعيين في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا. لقد أحدثت قناة الجزيرة نقلة نوعية في ممارستها الغير مهنية عندما كانت تصور لقطات غير صحيحة وغير دقيقة وتدعي أنها في شوارع القاهرة. غنت قناة الجزيرة طويلا عندما اعتلى الإخوان حكم مصر بدعم واضح من قطر التي هي ملاذ للجماعات الإرهابية حتى اليوم ولجماعة الإخوان المسلمين الذين أوصلوها أو أوصلتهم إلى سدة الحكم في مصر. غنت قطر طويلا للرئيس المخلوع محمد مرسي عندما تولى حكم مصر وكان عاما شديد الصعوبة على المصريين، إلى أن نجح الشعب والجيش المصري في إقصائه عن الحكم وعودة مصر إلى أبنائها الشرعيين. Qatar has been blamed, criticized over the years for either funding or allowing sympathetic sheikhs, mullahs, sympathetic rich people to fund these movements. Well, we have to see the difference between movements. I know that in America and some countries they look at some movements as terrorist movements. In our part of region we don't. سيناريو الانقلاب الداخلي لا تستبعده، لان اولا قطر دي بلد الانقلابات اصلا، يعني عاصمه الانقلابات في المنطقه، والعجيبه عندهم العاده يتكلم عليها فرويد اللي هو الإسقاط projection، إنك تلقي بالآخرين اللي أنت فيه، وهو بلد أصلاً انقلابات. مع ضغط رجال الأعمال القطريين، مع ضغط المواطنين القطريين، مع معاناة حتى العمالة الأجنبية من الضغوط ديت،
أعتقد أن يعني نهاية الحكم آل تميم قاضبة. الحقائق السابقة تكشف وبشكل قاطع أن قائمة كشف الحساب المتضمنة دلائل وحقائق لتورط قطر في دعم الإرهاب وتمويله لا تزال تحمل العديد من المفاجآت التي تؤكد تآمر القيادة القطرية على جيرانها وأشقائها في إطار سعي قطري دؤوب لشق الاصطفاف العربي وزعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.